خلينا بقى نروح لزميلنا محمد توفيق. طبعا يمكن انتم متابعين او جماهير نادي الاهلي متابعه، بس خليني اقول لكم فيما يتعلق باخر تطورات طبعا طاهر ومحمد محمود متولي. الحقيقه يمكن طاهر من ساعه مشاركته مع المنتخب الاولمبي وكان تعرض لكدمه في قدمه، وبالتالي هيخضع لكشف طبي هو محمود متولي النهارده عشان يعني الفرقه تتاكد او الجهاز الفني يتاكد من مدى جاهزيتهم للحاق والمشاركه في مباراه الاسماعيلي من عدمه. بس في اغلب الظن اعتقد ان هما الاثنين هيكونوا بعيد عن المشاركه، لكن هنروح اكتر ونتعرف اكتر على اخر التطورات دي من خلال زميلنا محمد توفيق الموجود في النادي الاهلي واللي بيحضر مران النادي اللي زي ما حضراتكم شايفينه على الهواء مباشره دلوقتي. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي السادسه في كل مكان. في نفس اللحظه اللي بيبدا فيها السادسه بنعرف انه تمرين النادي الاهلي بيبتدي، عايزين نعرف التمرين اخباره ايه، عايز اطمن منك كمان على حاله محمود متولي، على حاله طاهر محمد طاهر. بالفعل زي ما قلت الزميل العزيز احمد، يمكن يعني التمرين حالا بيبتدي دلوقتي في تمام السادسه مع بدايه البرنامج. يمكن كنا متعودين الايام اللي فاتت كان التمرين بقى 5، لكن طبعا نظرا لارتفاع درجه الحراره الشديد فمستر موسيماني قرر ان التدريب ان شاء الله يكون في تمام السادسه. كان ده التدريب الاول والرئيسي لمباراه الاسماعيلي، المباراه في اطار اسبوع 29 من الدوري العام. وزي ما قلت في مقدمتك مطابقه مباراه الاهلي والاسماعيلي واحده من كبريات مباريات الدوري المصري الممتاز بغض النظر عن مركز النادي الاسماعيلي في الدوري. يمكن كانت البدايه متعثره شويه، لكن شفنا اداؤه بعد يعني كابتن ايهاب جلال ما بقى موجود على راس الاداره الفنيه للفريق، يعني يمكن الفريق اداؤه تحسن بشكل كبير. ودوت اللي مستر موسيماني كان حريص عليه النهارده قبل المران وعقد محاضره فيديو للاعبين للتعريف وشكل لعب النادي الاسماعيلي خاصه في المباريات الاخيره. التدريب حالا زي ما انت شايف في الصوره قدامك حالا دلوقتي بيبتدي، يمكن كمان اللي بيتم دلوقتي حالا الاستعداد كابتن محمود الخطيب هيكون موجود بعد دقائق في ملعب المباراه لمتابعه التمرين ومؤازره اللاعبين. زي ما انت عارف في داخلين على 6 مباريات مهمه، 6 مباريات فاصله في مشوار المسابقه الدوري العام، وان شاء الله تكون 6 خطوات لوصول للقب المميز والمفضل لجميع النادي الاهلي وهو لقب الدوري العام. يمكن سالتنا عن الاصابات، يمكن زي ما قلت طاهر محمد طاهر ومحمود متولي. يمكن محمود متولي بالفعل بيؤدي التمرينات الاستشفائيه حالا، وكمان هيبقى طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله هيعمل له اختبار بعد دقائق قليله زي ما انت قلت علشان يشوف هيكون يقدر يكون موجود في المباراه ولا لا. لكن طاهر بشكل كبير الحمد لله، يمكن ما في كان بس الخبطه اللي تعرض لها اثناء الاولمبيات الحمد لله تم شفائه منها، وان شاء الله هيكون مشارك النهارده في مران الفريق. خلينا كمان اطمنك على كابتن وليد سليمان، بيأدي تمريناته الاستشفائيه بشكل اكثر من رائع، بيجري بشكل طبيعي جدا حوالين الملعب. يمكن اتكلمت معاه كمان قبل بدايه المران، معنوياته مرتفعه جدا، ويعني يمكن هو هيعدي حالا دلوقتي تشوفه في الكاميرا وانا وتطمن عليه. قال لي ان هو ان شاء الله مع بدايه الاسبوع الجاي هيكون موجود ان شاء الله في التمرينات الجماعيه للفريق. يمكن الغياب الوحيد بس اللي بيغيب عن الفريق ان شاء الله يبقى كويس ويقوم بالسلامه ويتم شفاءه على خير هو بدر بانون، اللي ما زالت المسحه بتاعته ما زالت ايجابيه ومش هيكون موجود في قائمه مباراه الاسماعيلي. ان شاء الله نطمن على كل المصابين والغيابات ويكون الفريق كامل العدد ومستعد بشكل اكثر من رائع لاول خطوه من 6 خطوات المتبقيه على حسم لقب الدوري العام باذن الله. تطمنا على محمود متولي وهل بيشارك في تمرين النهارده، خضع لكشف طبي ولا لا؟ نعرف منك اخر تطورات بالنسبه لكابتن محمود متولي. حالا وانا معاك دلوقتي كابتن محمود متولي بيأدي بعض التدريبات الاستشفائيه، واثناء المران دكتور احمد ابو عبله هيعمل له اختبار لتحديد مدى ان كان هيكمل المران او التقسيمه مع بقيه اللاعبين او هيكمل تدريباته الاستشفائيه ان شاء الله في لحد فتره ما بعد مباراه الاسماعيلي. لكن بنسبه كبيره ان شاء الله محمود متولي يكون كويس. يمكن اطمنت من اخصائي العلاج الطبيعي قال لي بيأدي المران بشكل كويس والتقل اللي كان في رجليه الحمد لله احسن، وان شاء الله نطمن عليه ويكون موجود ان شاء الله تحت امر الجهاز الفني سواء في مباراه الاسماعيلي او في المباريات المتبقيه ان شاء الله في عمر مسابقه الدوري العام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي.